نعم بارك الله فيكم، كيف تصحح العقيدة من خلال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تصحح العقيدة من خلال الشهادتين، نعم، بأن يحقق معنى الشهادتين. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فمعنى أنه يعترف ويقر ويعلن أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فلا يصرف شيئا منها لغير الله عز وجل من دعاء ونذر وذبح وخوف ورجاء وغير ذلك، وإنما يخلصها لله عز وجل. فبهذا يحق شهادة أن لا إله إلا الله. أما من يقولها بلسانه ويخالفها بأقواله وأفعاله، فيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فهذا لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل بمقتضاها ولم يحقق معناها. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله فإنها لا تتحقق إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وما نهى عنه وفي كل ما أمر به. وكذلك تتحقق شهادة أن محمد رسول الله باتباعه والاقتداء به، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتتحقق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه وبمحبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم. بذلك تتحقق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه مهمة جدا، أن الإنسان لا يعبد الله إلا بما يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله بالبدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة ولو لم يحدثها هو، إذا عمل بها فإن عمله باطل ومردود. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعمل بالبدع والمحدثات ويخالف ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صادقا في شهادته أن محمدا رسول الله. نعم.